السلام عليكم. كيف كتشوفوا دريك هاد السلطه ديال جماعه هاد العين الدفاني حبستنا وقالت لنا عندكم ترجعوا وممنوع عندكم تحطوا ذي التراب وعندكم ترجعوا لترابكم. السلطه المحليه بجميع انواعها من قائد الى دارك الملك الى كل شيء، عندكم ممنوع ترجعوا لترابكم وترجعوا لصحتكم وما عندكم ما ديروا هنا، وانتم كاع غير معترف بكم. وقال لك ترجعوا ما عندكم ما ديروا هنا، وهاول الجودان وهالقائد وهالسلطه المحليه وهالكمين وهالكمين وهالكمين، ها هما هالكمين، ها هما ها هي 2000 ديال، ها هي 2000 ديال حابسينها من الفجر، هما حابسينها علاش الله اعلم. قال لك انتم ما عندكم ما ديروا هنا، تراب ما هي ترابكم، ارجعوا لها وخلاص. ها هما الكمين شفتوهم؟ ايوا هذا الشيء اللي تحانوا يا الناس راه هو اللي خلق. ها هي السلطه المحليه شفتوها حبستنا، قال لك الغلم ما راكم حاطينها هون اللي ترجعوا لترابكم. ها هما شفتوهم؟ السلطه المحليه، اضطهاد السلطه المحليه بمعنى الكلمه، اضطهاد السلطه المحليه شفتوا يا الناس. ايوا على سلامتكم.